قامت الكويت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بثورة في عالم الأوبريتات والأغاني الرياضية، فسطرت روائع لا تنسى وأرخت إرثا رياضيا وفنيا تتباهى به كل الأجيال. النجم عبد الله رويشد سيكشف لكشف التسلل أسباب غياب الأوبريتات الرياضية. خالد، بغيت أسألك بخصوص الأوبريت الرياضي، ما تشوف فيه انقراض الأوبريت الرياضي الفترة الأخيرة؟ أي والله أمانة، يعني الأوبريت الرياضي، آخر أوبريت رياضي كان بمعنى الكلمة كان خليجي 10، اللي هو أنا كويتي، يعني اللي بصداقة والسلام والبطولة. أي يعني هذا كان أسطورة، كان فهد الأحمد الله يرحمه معطي أكثر من حقه، وبصراحة يعني سجلنا أنا والله يرحمه راشد الخضر، سجلنا يمكن كل لوحة يمكن مرتين أو ثلاث مرات بيطلع بشكل أفضل، وكان الموضوع ما هو سهل بالنسبة حق كأوبريت، لا لأنه كان مجاميع، يعني بغض النظر أن احنا أنا وعبد الكريم كنا الله يذكره بالخير، لكن المجاميع اللي على الملعب كانت تتكلم، يعني كانت تقول الأغاني اللي كانت ذيك الأيام فيها روح، فيها روح وطنية غير. طيب القصور، هو هل القصور رياضي أم فني؟ أنا قاعد أقول لك هو مو قصور فني، يعني الموجودين اللي بالساحة كملحنين وككتاب الله يعطيهم ألف خير، موجود عبد اللطيف البناي، موجود أنور عبد الله، موجود عبد الله القعود، موجود مشعل العرود، موجود ملحنين وايد في 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 وهم كتاب وايد، لكن الروح ما صارت هي رياضية أكثر، يعني ما عاد حتى المشجع يروح النادي، يفضل إنه يشوفه على التلفزيون أكثر ما يشوفه على النادي. طيب. فأنت لما تشوف فريق قاعد يلعب، منتخب قاعد يلعب، مفروض إنه تشجع بكثر ما عندك. هل هذا الشيء انعكس على الأغاني اللي للمنتخب؟ يعني نشاهد للوقت هذا الأغاني الثمانينات والسبعينات هي اللي الجماهير ترددها وتغنى فيها. طبعاً الحين صار ما أبي أطعن بالمطربين، ولكن مطربين مناسبات صارت، يعني اليوم في مباراة تلاقيهم كلهم بالاستوديو، اليوم في مثلا حدث كلهم بالاستوديو، صارت مطربين ما هم اللي تقول عليهم في روح قومية. زين، بخصوص الفنان، إلى أي مدى يساهم الفنان في تكريم اللاعب؟ يعني في السابق شاهدنا كل لاعب له أغنية خاصة أو أوبريت كامل في اعتزاله، حاليا انقرض هذا الشيء. والله أنا يعني آخر شيء سويته مع عبد الله وبران، كنت أسطورة في دربك ما يتكرر يوم لعبك، كنت أسطورة في دربك ما يتكرر يوم لعبك، كلنا نبقى نحبك حتى لو أنت مشيت يا موسيقى البلاعب، مشيت هذه آخر يعني آخر أغنية سويتها. بالعكس كان هذيك الأيام العنبري سوينا له شريط كامل، كان الله يذكره بالخير أخونا الكبير علي الغانم اشتغل من الألف للياء، فتشتغل في بروح يعني وطنية أكثر ما هي يعني فقط شخصية. انت صرحت انك اتحادي، شنو تفسر الاغنيه اللي قدمتها حق يوسف ثنيان؟ شوف يوسف ثنيان قاعد اقول لك صديق، يعني بغض النظر انه هو فريق ثاني او كذا، بس هم حمزه ادريس صديق وقدمت له اغنيه، بس ربعي اكثرهم بالاتحاد. نبي القصه مالت اغنيه يوسف، يعني ما شاء الله كلمات البناوي وراشد الخضر الحان عبد الله، تدري اي سنه؟ تكلمني على 25 سنه. أنا الحين سمعناها بشريط اعتزاله، يعني كانها ما شاء الله تسجيل حديث. إيه قاعد أقول لك تكلمنا على 25 سنة، فراشد الله يرحمه كان صديق يوسف، وكان يزورنا بالكويت وكذا، من ضمن الزيارات هذه قال لي أنا بقدم اعتزال وكذا، قلت له من عيني هذه قبل، بالعكس يعني يوسف يعني لاعب أنا بوجهة نظري أعتبره عالمي. منك